خليل عندنا ناطق رسمي باسمه جمع سونيغاز. سونيغاز مشاركتها في هذا المعرض، معرض المنتوج الوطني، تعتبر يعني فرصة لعرض منتوجاتنا وخدماتنا على مستوى الوطني أولا، وكذلك نعرف بالجمهور الزائر لرواق سونيغاز على كذلك المنتوجات اللي نصدرها كمؤسسات سونيغاز. أولا سونيغاز شركة بثلاث فروع، شركات فروع لسونيغاز هي سونيغاز توسيع، سونيغاز خدمات، والشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية. نشوف أنه يعني سونيغاز التوزيع هي الفرع الذي هو الواجهة سونيغاز مع الزبون، لذلك توزيع الكهرباء والغاز هي الوكالة التجارية اللي يروح الزبون، يروح الوكالة التجارية اللي تابعة لسونيغاز التوزيع. فيه عدة خدمات، سواء كان خدمات الربط بطاقة الكهرباء والغاز، نشوفوا اليوم من المعدات، عدادات كهربائية، القواطع وغيرها، وكذلك الخدمات الإلكترونية اللي قدموها عبر صفحاتنا ومواكبة الرقم والتكنولوجيا الحديثة، كتصفح عن بعد للفاتورة، تسديد عن بعد، خدمات التحكم في شبكة وغيرها، وهذه تضمنها سونيغاز التوزيع. الفرع الثاني وهو سونيغاز خدمات، باش نعرفوا كذلك بهذا الفرع اللي يمتلك العديد من الخدمات والمديريات الفرعية، أهمها مدارس سونيغاز اللي هي مدارس تقنية بحتة ومهنية، تكون حتى يعني عمال خرج الجزائر، يعني 10 أو 11 بلد إفريقي عمالهم يكونون في الكهرباء والغاز على مستوى مدارس سونيغاز، وكذلك العديد من المؤسسات التي تعمل في مهنة الكهرباء والغاز يتكونوا في مدارس سونيغاز، مدرسة المليلة، بن عكون، البوليدة، والمدرسة الجديدة المختصة في الطاقات المتجددة بغردية. كذلك فيها العديد مثل المطبعة كبيرة لسونيغاز، والعديد من الخدمات اللي تقدمها سونيغاز خدمات. الفرع الثالث اللي متواجد في هذا المعرض وهو فرع المؤسسة، مؤسسة الشركة الوطنية لصناعات الكهرباء والغازية، هي اللي تصنع العديد من يعني المنتوجات، أهمها أحادي أكسيد الكربون، يعني كاشف أحادي أكسيد الكربون اللي رانا 2024 راح يصنع بمؤسسة هذه شركة أو صناعة الكهرباء والغازية المتواجدة بالعلمان. كذلك شفرات التوربينات اللي احنا نصدروها حتى دولة هولندا، جنرال إلكتريك، اللي تصنع بمصنع درع الحاجة بمسيلة تابع لي صاجك. كذلك جديد سونيغاز هذه السنة على غرار كشف أحادي أكسيد الكربون، وهو يعني عمود يعني لشحن السيارات الكهربائية، والتي تم وضعها على مستوى 4 محطات على المستوى الوطني، وهي رحنا نعمل باش نحطه 300 عمود على المستوى الوطني إلى أن تنتهي مبتغى 1000 عمود على المستوى الوطني، موضوعين على مستوى محطات توزيع البنزين بمعيتها احنا، مواكبوا كذلك تكنولوجيا مع السيارات الكهربائية، هي تصنع بمصنع العلمة وبنسبة إدماج وطني تفوق 40%. هذه بعض المعدات مثل العدادات وغيرها اللي احنا متواجدين باش نبينوا للزبون أن سونيغاز ليست تزويد الكهرباء والغاز فقط، وإنما هي مشاركة كذلك في التنمية المحلية والتنمية الوطنية، و كذلك نصدر العديد من المعدات وقطع الغيار لدول الخارج. أكيد أن سونيغاز متواجدة، هي حيوية، طاقة الكهرباء والغاز لا أحد يقدر يستغنى عليها. نشوفوا السياحة، سواء كانت في مثلا بكرانا في الشتاء، في مناطق سياحية في الشتاء مثلا الجبال وغيرها، إن لم يكن فيه الغاز لا توجد تدفئة، إن لم يكن فيه كهرباء لا توجد فيه اقتناء هذا أو الاعتياد على هذه المحطات. نشوفوا الكهرباء راهو تعدى 65%، الغاز تعدى 65% نسبة تغطية، والكهرباء تعدات 98%. إذا راح تساعد في مثلا إذا كانت فيه محطة سياحية لم يكن فيه الغاز والكهرباء ما يقدرش يخدم هذاك المحطة السياحية. كذلك الخدمات الجوارية، يعني قلت لك خدمات كل الآليات وكل الخدمات اللي توفروها للسياحة تمشي بالكهرباء والغاز، لم يكن فيه كهرباء والغاز لم يروحوا. كذلك للصيف، المحطات السياحية سواء كانت سواحل شواطئ وغيرها
يكون فيه الكهرباء، إن لم يكن فيه كهرباء ما يكونش فيه دبريد، ما يكونش فيه مثلجات، ما يكونش فيه سهرات بالنور وغيرها. إذن كهرباء والغاز هو حيوية، وحنا حلنا مخططات سواء في الشتاء أو في الصيف، خاصة في الصيف ليخص المحطات السياحية شواطئ وغيرها باش نزودوهم ونعزل التزويد في ما يخص طاقة الكهرباء. سيدي الكريم، سوني غاز عندها فرع يسمو صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية. هذا الصندوق يتكفل أولا بالعمال، عندنا احنا محطات سياحيه، محطات للعمال اللي باش يجوزوا الصيف تاعهم، محطات راحه، محطات اصطياف اللي متواجده عبر كل التراب الوطني وخاصه الساحل، هذه في الصيف. اذا العمال تاعنا الحين فاتوا 90,000 عامل هما يتوافدوا على هذه المحطات. اذا احنا لما هذه المحطات يجوا فيها العائلات والمستفيد راح نخلقوا مناصب عمل فيما يخص والله تنمية، بعث التنمية والحيوية السياحية فيما يخص المنطقة. أذكر على سبيل المثال بجاية، جيجل، سكيكدا، مرسى بالمهيدي، تلمسان وغيرها، هادو كامل عندنا محطات سياحية. احنا لما يجيو المحطات السياحية كل 10 أيام يجيك 87 عائلة، راح يكون في حيوية، فيها سياحة، فيها انتعاش، فيها كل واحد يخدم. إذا ناهيك عن مراكز الأطفال وغيرها. إذا احنا سوني غاز قلت لك أولا نقوم بس احنا نشجعوا على السياحة. بماذا؟ بربط المحطات السياحية بالكهرباء والغاز والإسراع في ربطهم والتكفل بهم، ويعني باش نمدوا خدمات لما يكون فيه انقطاع في الكهرباء احنا نزربوا باش نصلحوا هذاك الكهرباء، سواء كانت ديزوتيل، فنادق، منتجات ومصحات وغيرها أو محطات سياحية وغيرها. لماذا؟ إذا لم يكن فيه كهرباء وغاز هذيك المحطة يعودوا ما يروحوش لها، إذا ما يكونش فيها رفاهية، رفاهية بالكهرباء والغاز. إذا سوني غاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي تشارك في بعث التنمية أو التنمية السياحية في على مستوى البلاد وفي كل المناطق، ليس فقط الساحل وإنما حتى في الصحراء. خويا إن شاء الله، وحنا قلت لك رانا في خدمة، ليس فقط سوني غاز، هي لكل المواطنين بكل الأصناف ولكل المهن بكل الأصناف، حتى المهن السياحية احنا نشجع في هذا المجال على تكون فيه مهن سياحية بتسهيلات مقدمة من طرف سوني غاز لكل المهن، وبدنا بها المهن اللي تخدم السياحة على، قلت لك سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.